السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشونا جدا جدا. دلوقتي هنبدأ، قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش في اللايك والشير وتنسيش في القناة. النهاردة هنتكلم فيه عن الصلاة، بين محمد صلوات حلوات بنصليهم دول ايه؟ بنبدأ بالصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. الصبح بنصلي فيه ركعتين، والظهر والعصر والعشاء دول بنصلي فيهم 4 ركعات، المحرب بنصلي فيها 3 ركعات. حفظتوا كده يا حبايبي؟ حفظتوا بقى هتصلي صلوات ازاي؟ كل واحد يصلي علشان ربنا يبرد عنه. بصوا، لما احنا بنصحى من نومنا وندخل الحمام، نغسل اسناننا ونغسل ايدينا ونغسل وشنا ونروح جايبين المصلية ونلبس لبس الشيك ونحل ريحتنا حلوة ونروح نصلي ونحط مصلية. احنا بنحطه كده بقى لما بنيجي حد نقابل حد نروح له نتشيك وبريحتنا حلوة ونروح له. بين لما بنقابل ربنا كله بنروح ايه؟ نلبس لبس الشيكة وننظف روحنا ونحلي ريحتنا حلوة عشان ربنا برد عننا كلنا، وبرد عننا ما يتعبش منا يفرح بينا. بس في الشير اللي هو اللايك وتنسيش في الشير واعمل اشتراك في القناة والفيديو بقى والفيديو الثاني ايه؟ هعلمكم ازاي تتوضوا في الحمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.